ليه بعمل فيلمز؟ اوكي، ده سؤال عميق قوي. طيب استني افكر. ليه بعمل فيلمز؟ يعني مش عارفة، هو يمكن انا نفسي اوصل قصص كتير قوي فيجولي توصل يعني، بس مش عارفة ازاي اوصلها غير بالطريقة دي. دي الطريقة اللي انا بعرف اعبر بيها عن نفسي، دي الطريقة اكتر طريقة بعرف اعبر بيها عن نفسي، وان انا اوصل قصص الناس هي طريقة الفيلم ميكينج عموما. يعني احلى احساس في العالم بصراحة. انا الحاجة اللي خلتني اصدق ان ده الشغف بتاعي ان انا ما بحسش بالوقت وانا ماسكة الكاميرا، وبحب جدا صوت الشاتر، وبحب اقل حاجة بتطلع من الكاميرا انا بحبها جدا. فدي الحاجة اللي اكدت لي ان فعلا ده شغفي، دي الحاجة اللي انا لازم اكمل فيها، ان انا فعلا مش بحس بالوقت وانا ماسكه الكاميرا، او ممكن يعدي عليا يوم ونص شغاله وانا مش واخده بالي اصلا. والموضوع ساحر قوي ان انا اصور حاجات كتير متفرقه وملهاش علاقه، تبان من بره ملهاش علاقه ببعض، واما اجي امنتجها الاقيهم حاجه متماسكه. فمن ساعتها بقى انا خلاص قررت ان انا هدرس اكتر فيلم ميكنج وابقى متخصصه في ده اكتر. يعني اول فيلم بقى عملته فعلا كان حاجه انا كان نفسي اعملها من زمان، الناس اللي غيرت مجالاتها وغيروا عملوا كارير شفت. ده كان اول حاجه عملتها كنت فخوره بيها جدا، يعني كنت اعتقد ان هي كان حلم حياتي ان انا اعملها. انا لو رجعت اعملها دلوقتي اكيد مش هعملها زي ما عملتها مثلا من 5 سنين، بس دي كانت اول حاجه اعملها، ان كان فكره في دماغي طول الوقت وقررت ان انا انفذها. يعني انسبيريشن بتاعي بيجي من اي حد بيشتغل شغل فيجوال حلو، بس اكتر دايركتور يعني بحب شغله جدا 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 هو ويس اندرسون، لانه الشخص ده في سن صغير قوي قوي عارف ان هو يعمل ستايل، وعارف ان اي حد يشوف له فيلم خلاص ده عارف ان ده الفيلم بتاع ويس اندرسون، وعارف ان هو يهتم بكل التفاصيل، الفونت اللي بيكتب بيه، التتر ولبس الناس والالوان، كل حاجه اهتم بيها جدا. فده بالنسبه لي اكتر حد بيلهمني فعلا. يعني كلنا عايزين نغير العالم، يعني نفسي اغير العالم اكيد، بس ما اعرفش اقدر اعمل ده ولا لا. انا بالنسبه لي كفايه عليا قوي ان انا اغير شخص، انا عرفت اغير شخص واخليه شخص احسن، ده بالنسبه لي هبقى كده طلعت من الدنيا تمام. يعني ان الناس ما تحكمش على بعض من مظهرهم، ما يحكموش على بعض اصلا، يا ريت يعني ما يحكموش على بعض، ان الناس ما تحكمش على بعض. بس دي لو عرفت اعمل كده يا سلام سلام يا جدعان. طول ما انا شغاله انا فعلا ما باخدش بالي خالص ان انا منتقبه وبصور والكلام ده، اما حد بيقول لي او بيمنشن او بيكومنت يعني ببدا اخد بالي ايه ده فعلا، هو في حاجه غلط، هو في حاجه غريبه. بس في العادي طول الوقت انا شغاله عادي جدا كاني شغاله اي شغله في الحياه، اما حد بقى بيمنشن ده اللي بيخليني اخد بالي. بس مش بتضايق خالص، بالعكس انا بحس انه لما بيعرفوني اكتر وبيعرفوا شغلي اكتر خلاص الفكره دي اصلا بتتنحي، بيبقى بيتعاملوا مع الشخص وشغله، فده بيبقى شيء جميل يعني. في الاخر انا لما دخلت الكليه، كليه فنيه والمنتخبات قليلين وقسم تصوير، انا كنت المنتخبه الوحيده في 5 دفعات، فكان كل لما ادخل اي مكان اول نظره دي بتاعت اللي هو انت ايه اللي جايبك هنا، دي كانت اول نظره. في ناس كانت بتجرؤ ان هي تقولي ده في وشي، يعني تقول لي كده دايركت انت ايه اللي جايبك هنا، او ده مش مكانك، او انت ما ينفعش تبقي في تصوير دايركت. وفي ناس كانت بتتكسف تقول لي ده، بس عينيها مبينه يعني. انا اتعلمت من اول سنه في الكليه، لان اول سنه دي بنبقى بندرس كل حاجه فما بقاش تصوير بس، فكان في كذا دكتور من كذا حته بينتقدني، بس انا اتعلمت ساعتها ان انا ما واجهش بالصدام، ما بقاش انا اجريسيف في التعامل، عشان هما مش هيفهموا قوي. انا يعني انا نفسي بستغرب ساعات المنتقبات في المجال، لانه المجتمع عودنا على ده، فانا بقيت مقدره جدا ان هما مستغربين، فبقيت بثبت لهم انه انا في المكان بشغلي. ففي دكتور من الدكاتره، يعني انا فاكره ان هو في سنه اولى اداني فول مارك، ودي حاجه ما بتحصلش في فنون عموما، قال لي انا ما اديتش فول مارك دي لحد بقالي سنين، بس انت غيرتي وجهه نظري في حاجات كتير قوي، فانا يعني انا شايف انك تستحقيها على كذا ليفل، يعني مش بس عشان شغلك حلو. فانا ساعتها اتبسطت جدا، انا عيطت قدامه اصلا. موقف محرج جدا يعني. ماشي ماشي يا باشا. ليكي هو احنا في الكليه اصلا كان معودنا ان احنا دايما بنعمل كل حاجه لوحدنا، كان الموضوع وان مان شو، او انت بتبدا تكتب الفكره وتنزل تصورها وتمنتجها وتعمل كل حاجه. فبيكيا كان اول فيلم ابقى فيه دايركتور بس، يعني ابقى دوري دايركتور، وده الدور اللي انا نفسي اشتغل فيه طول عمري. فكان احساس حلو قوي ان انا حاسه ان انا ده المكان اللي انا هكمل فيه على طول، لان انا شايفه السيت بقى ده اول مره اتعامل مع فريق كامل، وفي لوكيشن وناس كل واحد عارف دوره، ودي او بي، وكل واحد فعلا عارف دوره بيشتغل، فده كان مخليني اطلع احسن شغل عندي. فده كان احساس حلو قوي بصراحه.
عشان انا كنت الست الوحيده في الست. وفي اخر ال بعد ما خلصنا فبسال حد من البروديوسرز يعني بقول له طب انتوا بقى المنتقبات اللي في المجال بيعملوا ايه؟ فقعد يضحك جدا قال لي مبدئيا انت اول منتقبه اشوفها مبدئيا تدور لوكيشن، دي حاجه انا ما شفتهاش قبل كده. ثانيا البنات قليلين اصلا في المجال، فانت بتسالي سؤال يعني غريب جدا علينا يعني لا مش طبيعي ده مش نورمال. بس هم وقتها قال لي بس احنا فعلا وقتها ما حسيناش باي حاجه غلط لان انت بتتعاملي بروفيشنالي واحنا كل الناس خلاص يعني اللوكيشن اتدور واليوم خلص وما حدش خد باله اصلا من حاجه يعني. فقال لي ما تحطيش الموضوع ده اصلا في دماغك يعني. فانا انبسطت جدا من كلامه بصراحه. هو دايما دايما الرياكشن الاولاني بيبقى يعني دايما ده اللي انا متعوده عليه، ان الرياكشن الاولاني بيبقى فيه خضه كده على استغراب، بس وانس ان احنا اتكلمنا وشاف شغلي وكده خلاص بيبقى الناس الفكره دي بتتمحي تماما يعني. هتسمعوا كلام كتير قوي ان البنت ما تعرفش تعمل كذا، ما يعني احنا في القسم عندنا كانوا بيقولوا، واحنا في القسم وبندرس تصوير كانوا الدكاتره بيقولوا لنا البنات ما لهمش شغل في القسم ده، وانا ما اعرفش ايه اللي مدخلكم. كذا دكتور يدخل يقول نفس الجمله، البنات ما لهمش شغل بصراحه في المجال ده وانا مش عارف ايه اللي مدخلكم. كل مره سبحان الله انا اشتغلت من وانا في ثانيه كليه فملهاش اي علاقه يعني. الكلام بقى اللي هتسمعوه بتاع البنات مش تعرف تعمل ده كتير قوي، فده يتطنش ويتحط على جنب وتركزي بس على حلمك وتدوسي فيه.